لكن إذا كان حماد العقربي النجم التونسي الكبير القديم اللي أطلق عليه هذا الاستاد المهم في رادس، فالملحن التونسي الكبير سمير عقربي قال لك أنا الأهلي يا بيه. شوفوا لما يكون واحد من كبار الفنانين في تونس يعلن على أنه حتى وهو بيحب الترجي وهو من أبناء باب سويقة، لكن الأهلي بالنسبة له قيمة كبيرة. أنا الأهلي يا بيه سمير عقربي، نشوفه. احنا الاهلي. انا اهلي مصر. نعم مصري. ما فهمتكش. انا اهلاوي يا فندم. يا اخي لبيه سمير. انا اهلاوي يا بيه. يعترف الملحن التونسي سمير عقربي باهلاويته في الاعلام التونسي، يقول كلام الفيديو لا يذكر في التعليق، فاذا كنت من اصحاب القلوب الضعيفه لا تشاهد هذه المباراه، وإذا كنت من عشاق السحر والجمال فأنت على موعد مع المتعة والإثارة عند 10 مساء السبت، حيث سيحل الأهلي زعيم إفريقيا وبطل القرن في القارة السمراء ضيفا على نظيره الترجي التونسي غول إفريقيا في الجزء الأول من اللقاء المرتقب والأشهر والأقوى قارية، نهائي دوري أبطال إفريقيا. بطل النسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا يتطلع لقطع نصف المشوار نحو التتويج باللقب للمرة 12 في تاريخه والحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي، ليواصل كتابة تاريخ جديد هو سيده وصانعه، وبات ينافس نفسه على تحطيم الأرقام القياسية التي حققها. الأهلي الذي يتطلع للقب بدأ مشواره في النسخة الحالية بالفوز على سان جورج الإثيوبي بسباعية نظيفة في مجموع المباراتين بالدور التمهيدي الثاني، قبل أن ينهي دور المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، حيث حقق 3 انتصارات و3 تعادلات ولم يتلقى أي خسارة، حيث عرف الشياطين الحمر كيف يسيرون الأمور لصالحهم ويتجاوزوا عقبة هذا الدور من دون خطأ، ليحققوا تأهلا مستحقا إلى ربع النهائي. وفي ربع النهائي تخطى الأهلي بخبرات لاعبيه عقبة سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة، ليحجز نادي القرن مقعدا في نصف النهائي. وفي نصف النهائي اصطدم العملاق المصري بأحد أقوى الأندية القارية نادي مازيمبا الكونغولي، الذي يعرف جيدا المنافسة وسبق له التتويج بخمسة ألقاب، إلا أن أبناء مارسيل كولر عرفوا كيفية الصمود في الكونغو قبل الانتفاضة في القاهرة والفوز بثلاثية نظيفة والتأهل إلى النهائي الخامس له على التوالي في البطولة القارية. ليسعى السويسري مارسيل كولر إلى تحقيق الفوز والحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، بينما يدخل فريق الدم والذهب التونسي بحثاً عن وضع حد لمدة 6 سنوات من دون التتويج باللقب القاري. ويعول شيخ الأندية التونسية على مدربه الجديد البرتغالي ميغيل كاردوسو الذي تولى تدريب الفريق في يناير الماضي، حيث يمتلك صاحب 51 عاما خبرات كثيرة في أوروبا. واستهل الفريق الملقب بباب السويقة مشواره في النسخة الحالية من دوري الأبطال بمواجهة سهلة أمام دوان في بوركينا فاسو في الدور التمهيدي الثاني، ليتأهل بسهولة إلى دور المجموعات التي احتل فيها المركز الثاني برصيد 11 نقطة بعد بداية لم ترضي طموحات وجماهير الدم والذهب. وفي ربع النهائي منحت ركلات الترجيح الترجية تذكرة العبور لنصف النهائي على حساب أسيك الإيفواري بعد أن انتهت نتيجة المباراتين ذهابا وإيابا بالتعادل السلبي بين الفريقين. وفي نصف النهائي أطاح الترجي التونسي بالعنيد سان داونز الجنوب إفريقي بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 2-0 بمجموع اللقاءين، ليضرب موعدا ناريا مع بطل القرن الإفريقي النادي الأهلي. خاض الأهلي 41 مباراة ضد الأندية التونسية على مدار تاريخ مشاركته في البطولات الإفريقية، وحقق المارد الأحمر الفوز في 18 مباراة، بينما خسر في 8 مواجهات وتعادل في 15 لقاء. وتقابل الأهلي مع الترجي في 24 مباراة من قبل، استطاع الشياطين الحمر تحقيق الفوز في 11 مباراة منها، بينما حقق الترجي الفوز في 4 مباريات فقط وحسم التعادل 8 مواجهات. ويخوض الأهلي موقع رادس مصحوبا بدعوات الملايين من عشاقه والعودة بنتيجة إيجابية لتسهل مهمته في القاهرة،
ليكون يوم 25 من مايو الجاري تاريخاً لا ينسى من ذاكرة عشاق القلعة الحمراء. والتوانسة يقدرون الأهلي جداً، وهذا هو ما قاله الإعلامي التونسي هشام الخلصي. من الغباوة، من الجاهلية، من اللاوعي، وأنه إنسان لا يقدر الأهلي. إيه ده؟ أنت بتتكلم على الأهلي، بتتكلم على لأنه الأهلي نادي كبير، قوة ضاربة في مصر وفي إفريقيا، 12 بطولة إفريقية، يعني إدارة ممتازة، رئيسها إنسان محترم جدا طبعا محمود الخطيب، وإنسان هايل، وإنسان يعني يفرض الاحترام مثل ما الأهلي يفرض الاحترام على أي شخص يتابع كرة القدم. الأهلي حسب اعتقادي، حسب رأيي، لا يعلى عليه. تقدير من ناس من زاوية الخبرة، كل في مجاله، يحترم الأهلي ويحذر من الأهلي، ويعني يكاد يقول مين مجنون ما يقدرش الأهلي. بس أنا عايز أقول المجانين كتير، أنا أعرف منهم ناس يعني بيقلبوا كل الحقائق لمحاولة النيل من أي إنجاز للنادي الأهلي وتعظيم أي إنجازات أخرى. ما هو زمار مش بخبي ده، إنه بقى هيخاف من إيه؟ طيب.